فصوص الحكم للشيخ بين قوسين الأكبر، أنا لا أقولها. يقول عن رب العالمين ابن عربي: فيحمدني وأحمده، ويعبدني وأعبده، ففي حال أقر به وفي الأعيان أجحده. فيحمدني وأحمده ويعبدني الله. أتكلم عن رب العالمين، الله يعبد محي الدين ابن عربي، ويعبدني وأعبده، هذا هو الشيخ الأكبر. أليس هذا كفر؟ من يقول أن الله واحد بيصير عندك كافر، ومن يقول ويعبدني وأعبده بيصير عندك شيخ أكبر. الله أكبر، الله أكبر.